اهلا وسهلا متابعينا الكرام ومرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينه تطوان من قلب الحمام البيضاء. متابعينا الكرام اللي في هذه الاثناء ولله الحمد يعني بدورها يعني كتعرف اليوم هطول امطار الخير ونزول امطار الخير والبركه، فالحمد لله على هذه النعمه والحمد لله على هذا الخير، والله هما اغيثنا قد نفع يا ربي. فدائما يعني كنقولوها يعني نتمنى من الله سبحانه وتعالى انه يرحمنا قد نفع، وسبحان الله يعني خير من الله سبحانه وتعالى يعني نازل في هذه الساعه هذه يعني تقريبا نص ساعه وامطار الخير امطار البركه يعني تتهاطل على الحمام البيضاء وكتنزل على مدينه تطوان، فهذه هي رحمه من عند الله سبحانه وتعالى. وكما كنقولوا خير كبير هذا اللي كنشوفوا يعني في هذه الاثناء متابعينا الكرام، ان يعني مدينه تطوان يعني كتعرف يعني وطول الامطار ونزول امطار الخير وامطار البركه، فالله يرحمنا والحمد لله يا ربي والله يعطينا قد نفع يا ربي. وسبحان الله في الجو ديال الشتاء والجو ديال المطر فهو يعني كيفرح وكيسعد يعني الناس كاملين. فطبعا يعني سكنه الحمام البيضاء يعني في هذه الاثناء فهي يعني سعيده بهذا الجو هذا وسعيده بهذا امطار الخير امطار البركه يعني اللي كتنزل فهاد الوقيته هادي. فالحمد لله والشكر لله وهذا خير من عند الله سبحانه وتعالى، وهذه نعمه كما كتشوفوا يعني باش تكونوا يعني عارفين ان الحمد لله يعني الخير ديال الله نازل يعني هاد الصوره يعني كتبان كيبان الجو يعني ديال الامطار الخير امطار البركه كما كتشوفوا يعني تبارك الله تبارك الله يعني الخير نازل الشقوية، ونطلبوا الله انها تكون بالمنفعة وتكون ان شاء الله فيها رحمة وفيها منفعة ان شاء الله للأرض وللعباد، والله يدوم علينا نعمة. احنا يعني كنحمد الله سبحانه وتعالى ملي كيرزقنا يعني بهذ البركة وبهذ الخير، والحمد لله ملي كنشوفوا ان بداية الموسم الخريفي يعني بدات بالفرج بدات يعني بالبركة، عاد كنقولوا بدات البركة ملي كنشوفوا يعني الحمد لله يعني هذا الخير نازل وهاد البركة يعني نازلة، فكنفرحوا لأن هذه بركة من عند الله سبحانه وتعالى، لأنك يعني في بداية الموسم ديال الخريف وربي يعني فجأة علينا وبدا يعني واحد الموسم ديال الخريف يعني متميز إن شاء الله، يعني بدا بتساقط الأمطار ونزول الأمطار الخير أمطار البركة، فيعني هذا خير من عند الله سبحانه وتعالى والحمد لله. يعني كما كنقولوا فالحمد لله والشكر لله على هذه النعمه، واللهم ادمها والله يزيدها يا رب. نتمنى ان ربي يزيد علينا هذه النعمه هذه، لان كما كنقولوا يعني في هذا الجو في هذه الامطار ديال الخير في تسقط المطريه ف ربي يرحمنا. كما كتشوفوا يعني جو جميل جدا ملي كتشوفوا يعني هذا المنظر هذا ديال الشتا سبحان الله، فالحمد لله الحمد لله ولله الحمد. كما كتشوفوا كارين عيوني هولا كيرموسو استي طوان مي انكانتا سالودوس ديستي تشيلي. Encantado Carmen y bienvenidos a mi ciudad. Es buena ciudad. الحمد لله يا ربي تبارك الله. يعني دابا تقريبا شي ربع ساعة
شي ربع ساعة والشتا طيح. الحمد لله في هذه النعمة مع الله سبحانه وتعالى، يعني كنحمد ربي بهذا الخير هذا كما كنقولوا فتبارك الله. يعني نص ساعة زيتوني مصطفى، السلام عليكم. وعليكم السلام. كريم عيوني الصحة صافي سين كانتادو عربيك. السلام عليكم تيتي محمد، واش كاين شي شتا؟ كاين الحمد لله، انت كتشوف الحمد لله. ربي رحمنا وامطار الخير امطار البركه يعني نازله علينا في هذه الوقيته هذه. فالحمد لله ولله الحمد، اللهم اديمها نعمه يا ربي والله يرحمنا قد نفع. الحمد لله هذه بلاصه تيكوان، الحمد لله كيتحنى هذا الخير هذا. اذا المتابعين الكرام يعني كما كتبوا معنا يعني امطار الخير امطار البركه مازالت كتنزل على مدينه تيطوان ومازالت الحمام البيضاء كتعرف يعني هطول الامطار. فالله يرحمنا والله يدومها علينا نعمه. ومع هذه الاجواء هذه كنودعكم، كنتمنوا ان شاء الله يكون بدايه يوم موفق لنا وللكم وللجميع ان شاء الله تعالى.